السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خويا كنشكروا رجال الأمن بزاف اللي قاموا بالحماية ديال المواطنين في رأس السنة. كيف ما كنعرفوا رأس السنة اللي كيكونوا فيه بزاف ديال الناس اللي خايبين والناس اللي كيديروا الخمور والتخدير. سخرة دابا عندي واحد الحالة طارئة، كنقلب على الصيدلية وغنرجع للدار إن شاء الله. كنتمنى لهم السعادة والله يرفع علينا هذا الوباء، وكنشكر بزاف رجال الامن اللي قايمين اكثر من الدور ديالهم، وحتى رجال الصحافه تبارك الله عليهم قايمين اكثر من الدور ديالهم. كل عام وحنا بخير صراحه. رجال ديال الامن دايرين الخدمه ديالهم احسن شيء، وفين ما مشيتي كتلقاهم حاضرين دايرين خدمتهم صراحه. انا غادي للدار ديالنا ان شاء الله. لا ما كاين والو صراحه. نتمنى للمغاربه كل عام وهم بخير وسنه سعيده. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.